السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقد ذكر الطحاوي رحمه الله أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن كثير: المراد من هذه الآية الكريمة أي أن للعبد ملكين يحفظانه أو يحرسانه، ما يحرسانه بالليل والنهار، ملك أمامه وملك خلفه يحرسونه من الأسواء والحادثات، وملائكة أخرى يحفظون أي يسجلون عليه، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، فأصبح المجموع أربعة: حافظان وحارسان. انتهى كلامه رحمه الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وفي حديث سفيان: قرين من الجن وقرين من الملائكة. قوله فأعانني عليه فأسلم، قيل معنى أسلم أي استسلم وانقاد وخضع. وقال النووي: ولعل الراجح أن المراد بأسلم أي أنه دخل في دين الإسلام. قال القاضي عياض رحمه الله: والأمة مجمعة على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في خاطره وفي جسمه وخاطره ولسانه، والجن فيهم مؤمنون وكفار، والشياطين منهم كفار، ولذلك من أسلم من الجن لا يسمى شيطانا. قال تعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. أيها الإخوة الأفاضل، دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن الملائكة تكتب القول والفعل والنية، لأن النية من فعل القلب، وهي داخلة في قوله تعالى: يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها، وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها فأنا أغفرها له، فإن فعلها فاكتبوها بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: يا رب، إن عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة، والله جل وعلا أعلم به،
قال فارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن صاحب الشمال، أي الملك الذي عن الشمال الذي يسجل السيئات، ليرفع يده بالقلم 6 ساعات، فإن عاد واستغفر العبد لم يكتب عليه السيئة، فإن عملها كتبها بمثلها. أيها الإخوة الأفاضل، من آثار الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين، أولاً مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، وأن يحاسب المؤمن نفسه في كل عمل أو قول صغيراً كان أو كبيراً. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثانياً، الحياء من هؤلاء الملائكة أن يروا المؤمن على معصية الله، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ثالثاً، الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فإن الملائكة يرفعون إلى الله جل وعلا أعمال بني آدم. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. روى البخاري في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي خلفه، فلما قال سمع الله لمن حمده، قال أحدنا: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ قلت: أنا يا رسول الله. قال: رأيت 30 ملكاً يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. رابعاً، حب هؤلاء الملائكة الموكلون بأعمال العباد. قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خامساً وأخيراً، عدم إيذاء هؤلاء الملائكة، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل بصلاً أو ثوماً أو كراثاً فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.